منطقي يعني كيف بدي اكل صرصور يعني الصرصور لسه الشباب اعطل من البنات. اوف اتصل بيوتيوبر واعمل فيه مقلم. اصعب لغه في العالم هو عربي بصراحه. طب ليه ما بنشوفك عم تصور مع مشاهير السوشيال ميديا؟ في يعني في عندك مجال 500 دينار. كم دخلك الشهري من الاعلانات في السوشيال ميديا؟ قبل لا تشاهدوا الحلقه لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. شاب كوري انتقل إلى الأردن من أكثر من 10 سنوات وحالياً يتقن اللغة العربية ويعتبر صانع محتوى كوميدي عنده شعبية كبيرة في الوطن العربي. رح يكون معنا سنجن كيم، بس قبل ما نلتقي فيه خلينا نتعرف على خبريته الحلوة من مجلة جود نيوز. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج جود نيوز، واهلا وسهلا بضيفنا سنجن. اهلا كيفك؟ كيفك؟ شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. يعني سنجن انت بتحكي عربي اشطر من كثير عالم وما شاء الله قد فلوينت فيها. الله يسعدك شكرا لك. هلا خبرنا بالبدايه، انت اصلك كوري؟ انا كوري. كوري الاصل، ما عندك اي اصول عربيه؟ كوري اصلي، تركيب وتجميع كله من كوريا. امي ابوي كوريين وانا مولود في كوريا كوري. واسمك الحقيقي سنجن؟ سنجن سنجن اسمي بالكوري سنجن، لكن يعني بالعربي انا بحكي سنجن لانه ما في حرف ان، فانا حطيت الحرف الان بديله فحكيت سنجن وكل الكل بينادوني سنجن. طب عندك متعودين. اسم عربي؟ اسم عربي لا ما في لحد الان، لكن اسمي هو سنجن معناها هي فايز، زي فايز هيك معناها. في حدا بعيط لك فايز؟ في ناس بيناديني فايز سنجن اللي بدون. طيب سنجن انت يعني فتلت كثير بلدان عربيه لحتى وصلت على الاردن، خبرنا عن مشوارك مع البلدان العربيه. هسا اول بلد انا يعني طلعت من برا الكوريا اللي هو الاردن اول بلد، وبعدين اجيت مع اهلي طبعا عشان بقدرش انا عايش لحالي في كوريا، وبعدين رحنا على الصين عشان اهلي كان يعني عشان شغلهم هناك وهيك. فبعدين رجعنا على الاردن عشان اوكي من كوريا للصين للاردن. من كوريا من كوريا للاردن وبعدين اردن للصين وبعدين من صين للاردن. اوكي فتلت. بعدين وين رحت؟ بعدين انا عشان صار عمري 19 فرحت على الجيش لانه عندنا في كوريا خدمه علم اجباري، فرحت انا لحالي على كوريا وهم بعد سنة هيك سنتين رجعوا على كوريا كمان، وبعدين أنا طلعت على مصر. وهنيك أهلك استقروا بكوريا خلص. أوكي بعدين صار القرار معك، وين رحت؟ أنا روحت عشان أشتغل بعد ما خدمت على الجيش، رحت على مصر وبعدين رحت على الإمارات وبعدين آخر شيء رجعت على الأردن. طب حاليا أنت صانع محتوى، شو كنت عم تشتغل قبل بالبلدان العربية؟ أنا هسا أكثر من شغلات يعني كثير كنت بشتغل، يعني اخر فتره انا اشتغلت في مكتب سياحي في مجال السياحه، وبعدين فتت على السوشيال ميديا. مكتب سياحي كان الشغل بالاردن؟ في الاردن. وتركت الشغل هذا عن جديد تقريبا يعني قبل سنتين قبل الكورونا، بوقت الكورونا انا قبل فاركت. الكورونا بالضبط. وهي ايمت بلشت شهرتك؟ في فتره كورونا؟ في كورونا بالضبط، في فتره كورونا. نعم. شو هو الفيديو اللي شهرك في وقت الكورونا؟ كنا يعني مفكرين إن الكورونا اجت من الصين. ف يعني اي مكان حتى مش بالاردن حتى بكوريا كمان يعني بس نشوف واحد اجنبي بنخاف كنا صحيح. فمره كنت عند صاحبي وطلعت على تاكسي، طبعا كان الدنيا عتمه، كان الدنيا الليل، واول ما ركبت تاكسي السائق تاكسي طلع علي زي هيك وصار يخاف وسكر ثمه زي هيك وبعمل لي زي هيك 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 انزل. مين صورك بهذا الفيديو؟ هذا ما صورت، هذا الموقف اللي صار معي. الموضوع يعني تعتبر حالك تعرضت للتنمر بهذاك الموقف؟ لا يعني مش تنمر، انا يعني اخذته مزح. بس الموقف يعني فعلا صار معي.
تمام. بس أخذت موضوع مزح. هل تعرضت لمواقف تانية خلال وجودك ببلد عربي وبتحكي لغة عربية وأنت أجنبي؟ كثير طبعاً كثير. يعني الناس يعني في ناس لسه لحد الآن بس أطلع برا وأمشي أي يعني وين مكان بيستغربوا إنه 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 هذا آسيوي بيحكي عربي. وبس يعني تنمر وهذول الأشياء يعني ما بتصير معي كثير صراحة. لما كنت صغير بأيام المدرسة كان الناس كان هيك بيجي بمسك شعري وبمسك هيك وجهي وبقول لي كيف أنت هيك بشرتك ناعمة وشعرك ناعم. بس أنت مدرسة كنت بكوريا صح؟ لا هون أنا في صف سادس أنا جيت هون. أوكي من أيام المدرسة عم تحكي هذا الحكي. طيب بالضبط. ولما كبرت لا ما عرضت ولا أي موقف. بس إحنا منبهرين بالبشرة الكورية هذا مستحيل كنت نمر. الناس في عندهم كثير فضول إنه ليش ما إحنا لأنه أكلنا يعني على الأغلب يعني خضار نهتم يعني بالبشرة كثير مش بس بنات عند شباب كمان إحنا كثير نهتم بالبشرات وشعر زين يعني حتى الشباب يعملوا سكين كير. حلو كثير. لسه الشباب أعطل من البنات. لا نحن يمكن معنا هاي كعرب. طيب سنجن هل أنت تعلمت اللغة العربية بالبدايات ما حسيتها صعبة؟ يعني هي تعتبر لغة كثير صعبة لغير الناطقين بها. بس الأحرف قعدت سنتين تقريبا أكتب وأقرأ تخيلي. إيه سنتين يعني مش مدة قليلة بصراحة. بس بسنتين أتقنتها؟ لا بقول لك بس عشان حتى أكتب وأقرأ فقط. أوكي أخذت سنتين. وبعدين بعد السنتين هذا بعد هاي المدة صرت أحكي وصرت أفهم شوي وصرت أحكي شوي. يعني قد إيه أخذك لحتى تعلم؟ تقريبا 3 سنين لأربع سنين لحتى أفهم وأتفاهم مع الناس. طب هل تعتقد سنجن إنه سهل علينا نحن نتعلم الكوري كمان؟ أول إشي مش غلط واحد يدرس اللغة الجديدة. إيه. بس بنصحكم لا سيبكم من الكوري. معقول بتحس أصعب من العربي؟ لا هو عربي ما في أصعب من العربي بصراحة. وأصعب لغة بالعالم أنا يعني كنظري أصعب لغة في العالم هو عربي بصراحة. وهل أهلك كمان بيحكوا عربي أو بس أنت؟ لا هسا أهلي أمي بتحكي شوي مكسرة زي هيك بتحكي مرحبا سلام عليكم كيبك زي هيك. يعني ما بتفهم عليك إذا تحكيتهم بالعربي. طبعا بس أنا ما أخذ اللهجة عشان وأنا صغير وأنا درست في الأردن. طيب سنجن كثير بتختلف العادات والتقاليد الكورية عن العربية. خبرني يعني شو أهم الفروقات اللي لاحظتها؟ في اشياء في مثلا تحيه ولبسه ملابس وكمان اكلات وتصرفات زي هيك يعني عن جد يعني في كثير اشياء صراحه. بس اول شيء تحيه يعني بالنسبه للتحيه بدل ما احنا بنسلم باليدوي احنا بنسلم مثلا بدون ما نسلم عادي في ناس بيسلموا كمان باليدوي بس يعني بالعاده احنا بس نشوف واحد اكبر مني مثلاً إذا بس أشوف واحد أكبر مني بنزل رأسي زي تعملوا انحناء بقول له أنيوم هاسيو أنيوم هاسيو معناها مرحبا علمني إياها شو أنيوم هاسيو أنيوم هاسيو أوكي خلص أنيوم هاسيو صعبة رحنا بالنسبة لنا لا بس مش أصعب من العربي صراحة أنيوم أنيوم هاسيو أنيوم هاسيو أوكي ومن ناحية الأكلات أكلات مثلاً في يعني إحنا بالنسبة للأكل عبارة عن خضار أكثر إشي خضار يمكن بتحبوا كمان أنتوا الأكلات الحارة كتير بالضبط كثير الناس بحب إحنا بنحب الحار هذا الشيء نحن تعلمناه على فكرة من السوشيال ميديا قد ما بيعملوا تحديات بالضبط هذا فعلا عم بيصير بكوريا يعني صحيح بضلوا يعملوا إنه تحديات لأندومي الحار وهيك وبيكون ليفل كتير عالي بالضبط الإكس 3 أعتقد الكل بيعرف إكس 3 هذا عن جد حتى أنا ما بقدر أكل أوكي كثير حار بس في ناس بدور أشياء أكلات حار يعني طب في شيء تاني كمان سنجن نحن بنشوفه يعني بالمسلسلات والأفلام الكورية بنشوف يعني نحن كعرب إنه الشباب الكوريين كتير رومانسيين يعني بشكل مبالغ فيه هل هذا الشيء حقيقة أو لا يعني بصراحة يعني عن جد زي ما حكيتي بصراحة شوي يعني بالمسلسل وبالأفلام يعني في شكل يعني مبالغ بصراحة لكن على الأغلب هيك إحنا مثلاً يعني إذا شفت خلينا نشوف كابلز عندنا في كوريا احيانا احنا الشاب دائما بيحمل شنطه البنت كايش كاحترام لها الشنطه والباب وهي القصص
واذا هم اذا ماشيين هاي لازم طالبوها مثلاً... يمكن لشباب العرب لا تكون تغيرت انت لا بعد النقله احنا كمان نتعب على فكره ومثلا يعني في اوقات مثلا اذا بنت اذا لابسه يعني سندل او يعني هيلز وهم ماشيين في حديقه مثلا الشاب يعني بيعطيه بوته عشان ترتاح بس هذا الاشي بصراحه انا شايف اوفر شوي بس من ناحية لا انا هيك شايفه عم يغيروك من ناحية حب اوكي عادي لكن يعني انا بدي البس هيلز يعني مثلا وانا ماشي بالحديقه معها يعني انت مالك مع انه تضل حافي لا احنا كمان يعني انا فقط لغي يعني يعني كمان احنا شباب نتعب بس تتعبوا بس تعملوها اوكي احنا بنستحمل بس مستحيل احنا نشوف هذا الشكل في العرب بصراحه صحيح هل ممكن نشوفك بعالم تمثيل كيف؟ هل ممكن نشوفك بعالم التمثيل؟ كيف يعني مش فاهم؟ إنه تمثل أنت بمسلسل؟ أنا لا 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 مستحيل بعيد كل البعد؟ لا 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 في حدا بيقول لي أنت سنجن أنت مش أنت اللي طلعت بالسكوات جيم وهيك لا مش أنا أنت بتمثل شو رأيك تصير ممثل؟ لا لا أنا بصراحة ما عندي موهبة بالتمثيل بصراحة بحس هيك يعني تمثيل صعب يعني مثلاً أنا بكون متضايق طب بعالم الغناء كيف صوتك؟ لا لا حتى يعني ما عندي مواهب بهذا المجال بصراحه لا غير ولا تمثيل بس ككوميدي يعني شاطر رهيب كوميدي كمان يعني هذا شخصيتي بصراحه ما يعني مش قصدي إشي او مثلا يعني ما عم بخطط اني انا راح اعمل هيك بطلع مني عفوي فهذا الإشي يعني بحس من ربنا وهيك والناس اللي حولي بخليني انا هيك مبسوط طيب خلينا هلا نروح سنجن للتحدي اللي بعده ونروح لتحدي حقيقه ام جد ونشوف انت قديش صريح وقديش جريء يلا حنلعب هلا تحدي حقيقه ام جرأة اوكي خلينا نشوفك يا سنجن قديش انت صريح وهل رح تختار جرأة شو بتحب تختار بالبدايه اول شيء جرأة واو جرأة من أولتها؟ حلو اتصل بيوتيوبر وأعمل فيه مقلب فيك تعمل مقلب عادي سيناريو من عندك أو فيك تطلب من حدا مثلاً 1000 دينار مقلب؟ أوكي فكرة حلوة ممكن أطلب مصاري بس المشكلة أنا ما بعرف مشاهير كثير بلكي في واحد صيني بحكي عربي شو اسمه؟ اسمه ناصر ناصر مشهور برضه مشهور هو من عائلة وان عائلة وان بالضبط اوكي طيب يلا خلينا نرن عليه وشوف جرب بدي اقول له خلينا نشوف يلا اوكي المشكلة حتى سبيكر اوكي بس. تمام وقربه من المايك حتى نسمع هاي شكله رد الو هلا ناصر كيفك شو اخبارك الحمد لله شو اخبارك كيف امورك تمام الحمد لله ناصر كل عام بخير شو اخبارك بخير ربحت ام لا والله انا كنت مشغول بشغله والله عشان هيك واقع في مشكله بصراحه فرنت عليك وسمعني منيح ناصر سامعتك ناصر انت قريب عمان هسه انا حتى في اسمه هذا بسيفه وين؟ في يجوز انت وين؟ انا هسه بالسابع تمام؟ معلش تاخرت عليك ناصر اسف بس ناصر انا عن جد واقف في مشكله هسه حاليا تقدر بس في يعني في عندك مجال 500 دينار او 1000 اذا بتقدر اذا ما بتقدر 1000 انا بدبر 500 يعني على الاقل 500 يعني بس لو تعرف انا بدأتها مثلا والله مفلس هكذا فلس؟ الف دينار ما معك يا ناصر ما بزبط صعب انت عشان شو؟ واقع في مشكلة بصراحة يعني مش يعني تعرف وضعي كيف واحنا الاجانب يعني تصير معنا يعني مشاكل يعني دائما ايش المشكلة عاد عندك او صعدك؟ ايه؟ عاد عندك؟ يا ريت لو تقدر تيجي يعني فعشان هيك انا حتى بدي كاش عرفت علي بدي كاش حاليا فعشان هيك سالتك يعني وين كل المشكله بصراحه هسه صعب يعني احكي لك اياه يعني يعني
بس المهم يعني بتقدر ألف هسا ناصر اليوم أو اليوم؟ إذا ما بتقدر اليوم بكرة صبح. اسمع أنا أشوف أحكي معك تمام؟ آه بدي أحكي لك، أنا أساساً بدي أفتح مطعم. آه فكنت بدي كل المسائل في جوا مطعم. أوكي طيب يعني هسا ما بتقدر يعني ألف؟ أحاول أشوف لك. خلص ماشي يا ناصر. هسا أجي عندك؟ تعال ناصر. في البيت أم في وين؟ هسا برن عليك. هسا وجدت بأي مشكلة؟ ما هسا كمان شوي بحكي لك ناصر عشان شو اسمه عشان بدي عشان هيك انا يعني هسا برجع برن لك ناصر. اسف يا زلمه، انت ليش كل يوم في مصيبه جديد يا زلمه؟ انا حياتي هيك يا زلمه، برن عليك كمان شوي ناصر. يلا باي ناصر. يلا المشكله قلت لك راح صدق هذا. هذا بصدق كل شيء. طيب يلا شو بتختار حقيقه ام جد؟ لا خلص هاي خلص حقيقه. انت بعيد عن مشاهير السوشيال ميديا لتحتفظ بشهرتك؟ لا برضه يعني. طب ليه ما بنشوفك عم تصور مع مشاهير السوشيال ميديا؟ المشكله زي ما حكيت لك انا يعني ما بعرف مشاهير كثير مبدئيا، وما صار لي كثير يعني في المجال السوشيال ميديا يعني. ما وبالعكس اذا لا اذا بالعكس اذا بتجيني فرصه يعني والله الي الشرف ويعني كثير راح انبسط راح اكون بس. طيب. يعني ما لسه لحد الان ما جاتني فرصه ولا فرصه وبس. اوكي حقيقه ام جرأه؟ حقيقه طبعا. لا خليها معي. اوكي اعطينا اشياء بفكروها العرب عن الكوريين وهي ما نصح. زي مثلا اي شيء انه شيء بيقولوا لك يا او بيفكروا مثلا عنكم وهو ما انه صح، انه في ناس بيحكي سنجن انت توكل صراصير ولا توكل حشرات واشياء زي هيك يعني. صح او غلط بصراحه يعني؟ شوف يعني طبعا غلط يعني. يعني حسب انا محتواي تقريبا هيك الناس بيسالوني اسئله غبيه تمام، انا برد ايش بطريقه اغبى كمزح، انا ماخذ الموضوع مزح اصلا يعني تمام. يعني مستحيل واحد يعني بالمنطق يعني كيف بدي اكل صرصور يعني الصرصور يعني افكار خاطئه منتشره. بالضبط يعني. طيب سنجن برافو عليك، جاوبت كل الاسئله تبع الحقيقه وعملت الجرئه، بس هلا خلينا نروح للتحدي اللي بعده ونشوف قديشك سريع بالتفكير. يلا تمام. وصلنا لفقرة أحرف مخربطة، خلينا نشوفك سنجن قديه سريع بتجميع هدول الأحرف. أوكي. رح يطلع معك كلمة وبدي أسألك سؤال على هي الكلمة. صعبة. أوكي فكرة تمام. أنه معك 10 ثواني بس يلا. أوكي تمام نبلش؟ أوكي هاي بتبلش بحرف اللام. من اللام. لغة. لغة. كم لغة بتحكي؟ لغة كم لغة بحكي؟ عربي. عربي. وكوري. كوري. وإنجليزي وشوي صيني. إنجليزي وصيني. أربعة. حلو. أربع لغات. والكلمة اللي بعدها بتبلش من الميم. هي طويلة شوي. ميم. موهبة. موهبة. شاطر باللعبة. شو بتعتبر موهبتك؟ شو الشيء اللي أنت شاطر صراحة فيه؟ صراحة ما عندي ولا أي موهبة. بحس انا بحب يعني مش موهبه انه بحس انا بحب اكتب سيناريو عن تكتب القصة. سيناريو بالضبط قصه خياليه وهيك. شي مره حكيت لنا هذا الشيء على السوشيال ميديا؟ لا ولا مره. لا اول مره. طيب خلص صير برجينا شيء عليها. اوكي يلا والكلمه اللي بعدها تمام. هي طويله كمان. من الثاء. من الثقافه. ثقافه. شو ثقافة. اكثر شيء حبيته بالثقافه العربيه؟ الثقافه العربيه ترابط بالعلاقه، ترابط اسري واصدقاء الاثنين بشكل عام. يعني مثلا هسه احنا بكوريا اذا بنواجه المشاكل احنا بنحاول نهرب من المشاكل، لكن هون اذا واحد عنده مشكله يعني بتساعد بعض، بنمسك يد بعض وبنساعد بعض. شيء حلو هذا الشيء كثير حلو يعني. منيح. الكلمه اللي بعدها الكلمة هكر. لا مو هكر. لا
من الكوب. كره كره كره, كره. شو اكثر شيء بتكرهه بالشهره؟ هسه يعني انا شايف السوشيال ميديا يعني عباره عن مجرد راي الشخص يعني, ف انا بحبش الانتقادات بصراحه. انا يعني كثير بشوف انتقادات, كثير انتقادات في السوشيال ميديا يعني مجرد راي حدا, تمام, مفروض انا احترم هذا الشخص كمان. اوكي ممكن مفروض كمان برضو لازم اتقبل في شخص بالعالم زي هيك وفي شخص زي هيك, ويعني مش ضروري اجرح الواحد انه يعني انه ممكن بالنسبه له هذا الاشي عادي وانا احنا بالنسبه لنا اشي غريب. تتقبل انتقاد سنجان؟ انا عادي, بالنسبه لي عادي, ما عندي مشكله يعني بصراحه. انا حطيت نفسي في السوشيال ميديا ويعني مع اني انا غريب بالنسبه للناس خصوصا بالوطن العربي, عادي ما عندي مشكله. طب تعتبر انت غششت حالك اصلا للكلمه اللي بعدها؟ المفروض تحذرها بسرعه. اوكي, الكلمه اللي بعدها عنا اياها انتقاد, نقد. نقد. طب خبرنا معناتها شو اكثر نقد سلبي وصلك وما بتنسى؟ ما بعرف يعني بصراحه الانتقادات يعني في اكثر من انواع. المشكله يعني في ناس بيسلك على المحتوى تبعك. في ناس يعني بحكي يعني كلمات سيئه جدا, ومرات باثر بس انا بحاول ما اثر. ليش؟ لانه اول شيء يعني في كثير تعليقات ايجابيه وفي كثير يعني كلمات ايجابيه وكلام حلو بس ليش انا اثر عشان بس الكلمه واحده مش حلوه. فيعني بحاول انا اركز مع الناس الايجابيه وهذا افضل شيء. بالضبط. والكلمه اللي بعدها اوكي من الحاء بتبلش. من الحاء. حاء غششين شوي. طيب حاء كاف بسرعة. أربعة. حكمة. حكمة. شو هي حكمتك المفضلة؟ خبرنا. حكمة إيش في مثلا؟ يعني زي مثلا حكمة مقولة بتآمن فيها. في مثلا ممكن أنا يعني فيك تحكي لنا إياها بالكوري عادي؟ المشكلة أنا صعب يعني أحكيها بالعربي. عادي عادي حكي لنا إياها بالكوري. تيجوبكو شبندرو تيجوبهرا يعني معناها إنه يعني اعمل مع يعني اتصرف مع 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 الناس يعني مع اي حدا يعني زي ما الناس انت بدك انت بدك الناس تتصرف معك يعني. اوكي مثل انا عامل الناس مثل ما انت بتحب الناس. بالضبط. اتعامل مع الناس زي ما انت حابب الناس يتعاملوا معك. حلوه الحكمه كثير. طيب سنجن خلينا هلا ننتقل للفقره اللي بعدها ونشوف المتابعين شو بعثوا لك اسئله ونجاوب عليها. أوكي. يلا وصلتنا أسئلة المتابعين. طلبنا منكم تبعتوا أسئلة لسنجن. والأسئلة صارت واصلة. أوكي. ثلاث أسئلة عندك من المتابعين. انتقادات؟ لا مو انتقادات. بالعكس أسئلة هني حابين يسألوك إياها وتجاوبهم. أوكي. عنبلش بأول سؤال. عندك إياه من سارة. سارة بتقلك معروفة عن الكوريين إنه بشرتهم خيال من العناية بالبشرة وأنت بشرتك كتير صافية, شو بتستعمل؟ فيدنا بليز. ممكن أفيدكم. أول شيء يعني هذا مش بس عندنا في كوريا يعني اكيد في كل العالم, لازم اهم شيء اهم شيء اهم نقطه هي لازم نهتم بالبشره يعني نظافه يعني بننظف الوجه منيح, تغسل وجهك منيح وبعدين قبل ما تنام يعني خصوصا. خبرنا سنجن عن تريك رح فيتكم يا بنات. خبرنا عن تريك انتم بتستعملوه حتى نلاقي هذا الفرق, يعني كل حدا بيغسل وجهه بيحط موسترايزر بيعمل بس تغسيل كثير منيح يعني في ناس بغسل وجهه بالمثلا بالصابون بالشامبو. لا اكيد ما في حدا بيغسل وجهه بالشامبو بس يعني مثلا زي هيك يعني ما بيهتموا يعني اذا يعني انا مهتم ببشرتي وما راح استخدم يعني صابونه الايد للوجه للبشره يعني اكيد لازم الاقي غسول لوجه منيح ومثلا ماسكات كثير منيح يعني كثير مهم كمان ومرطب بعد الغسول الوجه تستخدم مرطب كثير منيح صراحه. تستعمل مثلا ثلج شيء معين؟ لا 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 بس أوكي. هذول ثلاث اشياء خلص شكله جينات ما تناقشنا جينات لا هو في جينات بس كثير بلعب دور العناية يعني طبعا. وننتقل للسؤال اللي بعده عنا يا من امل بتقلك لو رجع فيك الزمن تجي على بلد عربي او لا؟ طبعا بس ما بعرف في ساعتها حتى في الزمن يعني
اذا بحكي عربي اكيد راح ارجع. اذا ما بعرف احكي عربي اكيد ما راح ارجع. اوكي، بس كبلد حبيت المعيشه. حبيت الثقافات العادات طبعا. اوكي، والسؤال اللي بعده عن نيام الناصر بيقول لك شو اكثر غنيه بتحبها وغني لنا اياها. وسط عيني كل مكه. انا المشكله بتعرفي الاغنيه تبع عمرو دياب؟ وسط عيني عمرو دياب. ايوه بالضبط. المشكله انا مش شاطر بالاغاني. الله، بس عمرو دياب بحب تسمع له. بس كثير بحب اسمعها هاي اغنيه. كثير مبسوطه معك وشكرا كثير على وجودك معنا اليوم. شكرا لك وتشرفنا فيك. الله يسعدك. وانا هيك بتشكركم وانتهت حلقتنا، وانتظرونا بحلقه جديده من برنامج جود نيوز.